قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض ليصبح يومي الأول والثاني من نوفمبر وهما الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقهما اجتماع لوزراء الخارجية. وأضاف أبو الغيط أن الفترة من يومي 24 و25 من أكتوبر إلى 2 نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك بالجزائر. تقرير من وزير خارجية الجزائر الذي طرح نية الجزائر في عقد هذه القمة يوم 1 نوفمبر 2022 لمدة يومين الأول والثاني من نوفمبر. أستشعر الحماس الشديد جدا من قبل الجزائر لانعقاد هذه القمة، والإخوة في الجزائر لديهم مجموعة أفكار يتحدثوا فيها عن تأمين وحدة عمل عربي فعال.